دين. سبحانك اللهم ربنا لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، وعليه نتوكل وبه نستعين، والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وحيكم بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب مشاكم وتبوأتم نزولا في أعلى عليين مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ثم أما بعد، أولا أتقدم بالشكر الجزيل لأهل هذا المسجد الذي هو روضة من رياض الجنة في هذه البقعة من أرض الله سبحانه وتعالى، التي يذكر فيها اسم الله، والتي تؤكد على قول النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يلتحق بالله عز وجل ويلتحق بالرفيق الأعلى، حينما قال: لا يبلغن هذا الأمر أي الدين ما بلغ الليل والنهار. تذهب إلى أقصى بقعة في الأرض، دبلا في أستراليا، تجد فيها مسجد وتجد فيها اسم الله. وفعلا أن الله سبحانه وتعالى بشر هذه الأمة بهذا الدين، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى بأم عينيه، لم يرى ما بلغه الإسلام الآن في الدنيا، ولكن نبأه الله، أخبره بأن هذا الدين سينتشر في المشرق والمغرب، وأن الله أكبر حينما تقال في المشرق أو يؤذن المؤذن في المشرق ويسكت، فهناك يؤذن مؤذن آخر في بقعة أخرى وهناك في المغرب، وكأن الكرة الأرضية كلها تعلن كلمة الله في الأرض وتعلن الله أكبر. هذه مقدمة لمدخل كمدخل الموضوع الذي اخترنا أن نتكلم فيه في هذا الوقت المبارك، من هذا اليوم المبارك الذي هو يوم الجمعة، وأمة محمد صلى الله عليه وسلم هي أمة جمعة. الموضوع الذي طلب مني الحديث عنه أو الكلام فيه هو لا رينيسونس دو ليسبوار، أو إحياء الأمل. التيتر، العنوان الذي كتب في لافيش اللي افيشا، هو اون غونيتر دو ليسبوار. لكن تكمله لهذا العنوان، لا رينيسونس دو ليسبوار ايت اون اوبليغاسيون دالله، اوبليغاسيون دو القران، اوبليغاسيون السنه، اوبليغاسيون دو الاسلام. لو تقرأ كل القرآن وتقرأ كل الأحاديث، كل خطب الجمعة التي خطبها الأئمة في العالم العربي، في العالم الأوروبي، في العالم الأمريكي، في العالم الإسلامي ككل، قلب الإسلام، قلب الإسلام لو كور نتاع هذا الدين هو الأمل، لسبوار. مستحيل، امبوسيبل، أنك مسلم وأنت قنوط، مسلم وأنت مكتئب، مسلم وأنت تخاف من الغد، مسلم وأنت تخاف من المجهول، مسلم وأنت دائما تعيش في قلق وفي خوف. وكما قيل: الناس في مرض ما خافوا من المرض. واحد يقعد خايف من المرض هو مريض، واحد خايف من الفقر هو بذاته عايش في الفقر. فالنبي صلى الله عليه وسلم بمجرد أول لحظة من انطلاق الدعوة الإسلامية بنى هذا الدين، بناه على الأمل في الله. النبي صلى الله عليه وسلم عندما دعا الصحابة في أول الأمر في مكة، ما كان عنده جيش، ما كان عنده دولة، ما كان عنده قيادة، ما كان عنده هيئة تحميه، ما كان عنده أي منظمة تحميه. الأمر الوحيد الذي كان يحميه هو الأمل في الله، الاسبوار مع الله عز وجل. هو الذي جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحمل الأذى. مجرد أن دعا أصحابه، لما جاء في بداية الدعوة وجد عمار بن ياسر أمامه أبوه وأمه يعذبان، ويقتل أبوه وأمه أمام عينيه، ما قال لهمش صبرا آل ياسر غادي نشوف كاش ندير لكم، ولا غادي ندعي لكم ربي دروك ينزل عليكم حل ملك ويرفد هذا باك وماك من الأرض وينجيهم من أبي جهل ومن أمية بن خلف من المشركين تاع مكة. قال لهم صبرا آل ياسر، والصبر هو قلب الأمل، فإن موعدكم
الجنة ربطهم بالأمل الأكبر أنت في الدنيا تضيع أمور لا تحصيها الإنسان كل يوم عنده مطالب الإنسان يكون صغير يتمنى أمور يبقى يكبر مع السن كل مرة تتجدد الأمنيات ولا يملأ النجوف ابن آدم إلا التراب في ديننا الأمل الأكبر الأمل الأكبر هو أنك تتعلق بما عند الله نحن أمة خلقنا للآخرة ولم نخلق للدنيا نعم الإنسان كلفه الله عز وجل أن يعمر هذه الأرض وأن يبني وأن يسعى وأن يسترزق ويبكر ويخدم لكن أملك لا ينتهي عند الدنيا الدنيا مهما عشتها فهي فانية ربي ختمها معنا صراحة قال ما عندكم ينفد ابني ما شئت وشري اللي شريت واللي حبيت والبس اللي حبيت وعيش كما تحب وسافر كما تحب وتمتع كما تحب وكل ما تحب وتزوج كما شئت وفعل ما شئت وتلدد كما شئت من اللذات فإن الله قالها صراحة لبني آدم ما عندكم ينفد يكمل وما عند الله باق والمؤمن في دينه وفي عقيدته وفي كتابه الذي أنزله الله لا يرتبط بالفاني يرتبط بالباقي هذا الشيء علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى الصحابة لكمبانيون لصحبوا النبي صلى الله عليه وسلم بالله عليكم مثال حي عرفوه كامل نعرفوا هذا المثال بلال بن رباح وهو عبد حبشي يباع ويشترى يعذب في بطحاء مكة في أرض مكة تحت درجة حرارة 60 درجة أو 55 درجة والصخرة فوق صدره هذا الرجل هذا الصحابي الجليل بلال هل كان يتوقع يوما واش كان يتخيل تكروا أن بلال في هذاك الموقف اللي كان وقف عليه أباطرة القوم وسادات القوم أمية بن خلف وأبو جهل وهذا من كبار القوم وهم يعذبونه ولا يجد كلمة ولم يقل يا محمد أنقذني ويا محمد نجيني ويا محمد آمنت بك فأخرجني من هذا الوباء وأخرجني من هذا العذاب كان يقول أحد الأمل هو الله هذا العبد الحبشي الذي كان يباع بثمن رخيص في الأسواق بعد سنوات يرتقي إلى أعلى الكعبة ويؤذن في جماهير المسلمين والكفار معلنا كلمات التوحيد هل بلال وعده الرسول بأنه سيكون مؤذن المسلمين في فتح مكة أبدا لكنه الأمل في الله المسلم دائما في حالة الشدة وفي حالة الرخاء وفي حالة الفقر في حالة الغنى في حالة الضيق في حالة الحرية في حالة الصحة في حالة المرض في حالة الهم في حالة السعادة في حالة الكبر في حالة الصغر في كل مرحلة من حياة المسلم المسلم دائما أمله مرتبط بالحي الذي لا يموت لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يربيه الله بالقرآن على هذا الأمل فيقول فتوكل على الحي الذي لا يموت والذي لا يموت معناه هو معك هو ما اجتمعت قوى الأرض جميعا إلا وقوة الله فوق القوى جميعا ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بنى هذا الأمل وهو في أحنك الظروف لما خرج إلى الطائف وضربوه الصغار وضربوه المجانين وأدموا قدمه الشريفة وأدموا وجهه الشريف ومشال تحت شجرة بائس مستضعف لا حول له ولا قوة ني لغاردكور ني جيش ني أمن ني سكيريت ني ولو رخصها في كلمة واحدة وتأملوا ذلك الدعاء العجيب حينما قال اللهم إني إليك أشكو ضعف قوتي هو بشر قبل أن يكون رسول هو بشر إنسان كيفه يشعر بما نشعر ويحس بما نحس يقول اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس أي ضعفي عند الناس الناس احتقروني قوى الأرض طردتني لم أجد أين ألجأ وهواني على الناس أنت رب المستضعفين وأنت ربي لأن الشيطان متى يجد أيها الإخوة الشيطان يجد القوة على الإنسان متى في حالة الضعف أنت كي صرى لك هم في الدار هنا بداية الانحراف مع إبليس كي تصرى لك مشكلة في الدنيا هنا يجد عليك القوة إبليس كي توجد مشكلة في الخدمة مشكلة في الرزق مشكلة مع ولد مشكلة مع بنت مشكلة تواجهك في الحياة المشكلة هي بوابة الشيطان
إلى الإنسان. عمر إنسان ما ينحرف هو بيت الله، عمر إنسان ما ينحرف هو مستأنس بالله، عمر إنسان ما ينحرف هو مليء قلبه بالإيمان بالله. الإنسان متى يجد الشيطان عليه الغلب؟ يوجد الشيطان عليه الغلب عندما تواجه مشكلة، مشكلات الحياة. ولن تجد في الحياة، لن تجد، وانتم تعيشوا في عالم غربي مع مسلمين ومع غير مسلمين، وتعيشوا في عالم بلغ من القوة ما بلغ، بلغ من إمكانية المادية ما بلغ، هل التكنولوجيا التي أوصلت الإنسان الآن إلى أرقى منازل الرفاهية، هل استطعت أن تدفع البلاء عن الإنسان واستطعت أن توفر السعادة للإنسان؟ كلا. إنسان يملك ما يملك وتجده مكتئب، وتجده ضائق الصدر، وتجده مريض، وتجده وتجده وتجده، لأن السعادة منحة ربانية يملأ الله بها قلب من يحب من عباده. اللهم إليك أشكو ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي. انظروا كيف يشكو النبي إلى الله، إلى من تكلوني؟ لين ترميني ربي، هذه المعنى تكلوني، فين ترميني؟ إلى بعيد يتجهمني أم إلى قريب ملكته أمري؟ هذا هو لوبجيكتيف تاع الإنسان في الحياة. هذه الجملة اللي غادي نقولها، لافراز هذه، إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. معنى إذا كان لم يكن عليك غضب من الله، الإنسان فقير في ماله غني بالله، الإنسان مريض في ذاته صحيح قوي بالله، الإنسان يكيد له أهل الأرض جميعا من أعداء الدين وأعداء الملة، وهو محمي في حفظ الله. يوسف عليه السلام، من كان يظن، ربي قالوا ولا تنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. إخوة يوسف رموه في البئر وهو رضيع، مجرد أن وقع في البئر أول يد رفدت يوسف من تحت من على الماء من البئر هي جناح جبريل عليه السلام. ولكن الله قال ولتنبئنهم بأمرهم هذا يا يوسف عندما ستكبر، والأيام والدنيا الدنيا دوارة، ولتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. فعلا أذل الله إخوة يوسف، وقعوا في قبضته وقالوا أئنك لأنت يوسف، قال أنا يوسف وهذا أخي. وعطانا قاعدة في الحياة، إنه من يتقي ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم تعلم من الأنبياء، أولئك الذين هداهم الله فبهداهم اقتده، فقال إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي. أنت راك مضيق في الخدمة، النبي صلى الله عليه وسلم مضيق مع مرأة، مضيق مع راجل، مضيق مع ولد، مضيق، كل واحد عنده الهم على قده، كل واحد. مستحيل أنت، كما قال أحد العلماء، قال وجودك في الدنيا هم، لو ما عندك حتى مشكلة مهاني مريقل مكمل صوالحك، مجرد وجودك في الدنيا هم. لقد خلقنا الإنسان في كبد، يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، أي تعبا مرهقا متعنتا كارها حاملا الأثقال والأوزار، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. وذلك الإنسان يحرص على أمر واحد، قد تحرم الرزق والوفير، قد تحرم الرفاهية، قد تحرم كثير من الأشياء التي يحسد الناس بعضهم بعضا على هذه الأمور من التي يتقاتل عليها الناس في الدنيا، لكن إياك أن تخسر شيئا واحد هو رضا الله عز وجل. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال يضربوني، يتهموني بالجنون، أنا النبي وأنا الرسول، يسرى لي هذا الأمر؟ إن لم يكن بك علي غضب فلا أبالي، ولكن عافيتك هي أوسع لي، أعود بنور وجهك الذي أشرقت له السماوات والأرض وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن يحل بغضبك أو ينزل بسخطك. شو شحر يأكد على ذلك، لك العتبة حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا بك. هذه قمة أدب الرسول صلى الله عليه وسلم. وذلك النفوس اللي ربها الرسول نفوس عظيمة إخوة الإسلام. شوف الصحابة ما تخيلوش ناس دراويش، ناس مقطعين، ناس ما يعرفوش الدنيا، ناس ما يعرفوش الحضارة. كانت عندهم رحلتي الشتاء والصيف، كانوا يحتكوا بالرومان، كانوا يحتكوا بالفرس، كانوا يحتكوا بالأمم الأخرى، كانوا يملكون الذهب والفضة والقناطير المقنطرة من أموال. لكن الذي رباهم عليه النبي صلى الله عليه وسلم أنهم عاشوا أقوياء على الدنيا فلم تتحكم فيهم
الدنيا وإنما هم الذين تحكموا في الدنيا لأن الرسول ربهم على مبدأ الأمل في الله عز وجل وهذا الذي تفتقده البشرية الآن الآن البشرية تعاني من فقدان الأمل من فقدان النظرة المشرقة نحو المستقبل كي تخيل أنت وحدة من مار تاع المؤمنين من أمهات المؤمنين كي اسمها أم سلمة رضي الله عنها هذه أم سلمة كانت تحب زوجها حبا جما تموت في زوجها وابتلاها الله بأن الله تعالى أخذ منها ما تحب وهي وهو أبو سلمة فحزنت عليه حزنا شديدا هذا الكلام لكل من فقد أعز إنسان عليه في الدنيا وهو يحس الآن بالوحشة والوحدة يجي النبي صلى الله عليه وسلم يعزيها يصبح حزينة جدا يقول لها قولي يا أم سلمة أو يقول لها يا أم سلمة ما بالك تحزنين كل هذا الحزن قالت فإن الله سيعوضك خيرا قالت ومن خير أو ومن أجد خيرا من أبي سلمة يا رسول الله قال قولي يعلمها شو قضية الأدب مع الله إخوة الإسلام تصنعة الله الله يفعل بنا ما نشاء والأمل يجب أن يبقى في الله مهما حدث يقول لك قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها أجرني يعني أعطيني الأجر على صبري واخلف لي خيرا منها أم سلمة تعجبت هي بشر قالت له ومن خير من أبي سلمة يا رسول الله شكون لنا هذا الرجل اللي غادي نصيبه قال قولي اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها تمر الأيام وتمر الشهور فإذا بها تتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العقيدة هي التي يجب أن يكون عليها المؤمن النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العقيدة الأمل في الله رب الصحابة حتى وإن حرموا الدنيا يبقى أملهم في الآخرة لأنك تضيع كل شيء في الدنيا لا يساوي شيئا أمام ما ينتظرك عند الله عز وجل وذلك بلال بن رباح لما حضرته الوفاة وبنته بقت تبكي وهي تشوفه يحتضر وينزع نزعة الموت في هذه اللحظة صعبة لكل إنسان تنتظره تقول له واكرباه يا أبتي يعني أي هم من هذا الذي أنت فيه يا أبي فيقول لها بلال وهو منتشن وهو فانتشت واحد يفرح ويموت وهو يحتضر هو فرحان يقول له لا كرب على أبيك بعد اليوم غدا ألقى الأحبة محمدا وصحبه أي رجل هذا هذا الأمل في الله ضيع الدنيا مشات خدمة طردقوك كلاوك مشاولك الواطة مشاولك أموال كلاوك الوراثة خرج لك حلول دعوج ولا خرج لك بربي بلاك من بعد واش كاين انت اعمل لما ينتظرك عند الله سبحانه وتعالى ذاك النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة أحد شوفوا إخوة الإسلام الآن الجيوش القوية في العالم أقوى الجيوش القوية تربي جنودها على ما يسمى به القوة البسيكولوجية أو القوة النفسية في غزوة أحد لما رب النبي لما ابتلى الله عز وجل المؤمنين بالهزيمة تعرفوا أن النصر انقلب إلى هزيمة في غزوة أحد وأن النبي صلى الله عليه وسلم فقد أحب أقربائه إلى قلبه وأخوه من الرضاعة هو حمزة بن عبد المطلب عمه كان يحبه الرسول وكان يبجله وكان يوقره وكان يرفع قدره وشأنه فقده في غزوة أحد بسبب مخالفة أمر النبي صلى الله عليه وسلم مخالفة الرومات ومع ذلك لما انتكس المسلمون وانقلبت الهزيمة النصر إلى هزيمة في الأخير أخذت قريش ماذا أخذوا؟ أخذوا يلعبون على نفوس المؤمنين يستعملوا ما يسمى بالحرب النفسية باش يقضوا عليهم بسيشيكمو يعني بسيكولوجيا يقضوا على المسلمين فجاء أبو سفيان في أرض أحد لما صعد المسلمون إلى جبل أحد وأخذ يقول هل فيكم محمد؟ بغى يتأكد هل رسول الله صلى الله عليه وسلم حي؟ أم ميت لأنه يمثل الركيزة الأساسية لهذه الأمة فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ما لا تجيبوه ثم رفع صوته وقال هل فيكم أبو بكر فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تجيبوه ثم قال هل فيكم عمر الرسول صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر هؤلاء أعمدة الإسلام فقال لا تجيبوه فقال أبو سفيان أعلو هبل معناه هنا يدعي العلو ويشمت في المسلمين بآلهتهم بأصنامهم أعلو هبل هنا الرسول
صلى الله عليه وسلم تدخل فقال ألا تجيبوه؟ فقالوا بما نجيبه يا رسول الله؟ قمة الهزيمة، منهزمين نفسيا، مضرورين، مجروحين. قال قولوا له الله أعلى وأجل. قالوا يا محمد يوم لك ويوم عليك، هذه ببدر يعني أحد جسمور بدر. قالوا يوم لك ويوم عليك. فقالوا له، شوف القوة النفسية والأمل في الله وهم منهزمين، قالوا قتلانا في الجنة وقتلاكم في النار، الله مولانا ولا مولى لكم. هذه قمة النصر، الله مولاك، يكفيك بالله. من أراد أنيسا فالله يكفيه، ومن أراد جليسا في القرآن يكفيه، ومن أراد غنى لريشاس فالقناعة تكفيه، ومن أراد موعظة فالموت يكفيه، ومن لم يكفيه لا هذا ولا ذاك فالنار تكفيه. إخوة الإسلام، ومن قمة تربية النبي صلى الله عليه وسلم للأمل في نفوس الصحابة، من أصعب الغزوات المعارك اللي قادها النبي صلى الله عليه وسلم غزوة الأحزاب، حتى عندي صورة بكاملها في القرآن تسمى صورة الأحزاب. ربي وصفها العظيم فقال هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. هذا ربي راه يوصف المعركة، ومع ذلك لما حفروا الخندق، حفروا ذاك الحفرة العميقة، والنبي صلى الله عليه وسلم يحفر معهم، فوقعت صخرة في وسط الحفرة اعترضت الحفر، فالصحابة عجزوا عن يعني تفتيتها، فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ الفأس وضرب وقال الله أكبر فتحت لي قصور الشام. سبحان الله، في قلب المعركة وهم جيعانين، وربطوا الحجر على كروش مشدد الجوع، وما وجدوا لا ورق ولا شجر ولا حاجة يأكلوها، وهم في قلب الأزمة، في قلب الخوف، في قلب الابتلاء. الرسول يقول لهم صلى الله عليه وسلم الله أكبر فتحت لي قصور الشام، ثم يقول الله أكبر فتحت لي قصور كسرى. حتى المنافقين أخذوا يشمتون ويقولون أحدنا لا يستطيع أن يقوم إلى قضاء حاجته ومحمد يعدنا بالنصر. يقول أحد المنافقين قال كيفاش فتحت قصور الشام؟ دار يعدنا بالنصر وإحنا ما قدوش حتى واحد ينض منا له 10 متر باش يقضي حاجته، ليصف حالة الخوف التي كان فيها المسلمون. وفعلا انتصر المسلمون بماذا؟ بالأمل في الله. أنت متصل بالحي الذي لا يموت. أنت إذا تقطعت بك أسباب الدنيا اعلم أن هناك سببا واحدا بقي، وهو الصلة مع الله سبحانه وتعالى. والله إني لا أتعجب، وهذه القصة دائما عودها في الدروس، والله إني لا أتعجب من واحد الصحابي وهو سراقة بن مالك. شوفوا قمة الإيمان كاش كانوا الصحابة يقينهم في الله عز وجل. احنا الواحد يجي هنا يا عبد ربي على حساب المصلحة، على حساب صوالح، وكان غير شوية يتوشى في جيبه ولا في صحته ولا يبقى يتبع السبل هذه ويتبع العلو هذه، يعني ينشغل بالأسباب وينسى المسبب الذي هو الله سبحانه وتعالى. سراقة بن مالك هذا الصحابي هو الذي خرج يتبع أثر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، لما قال قريش جعلت 100 ناقة جائزة لمن يأتي بمحمد حيا أو ميتا. شاء الله أن يكون سراقة بن مالك هذا تبع النبي صلى الله عليه وسلم وجدهم، وتعرفوا القصة أنه لما تبعهم بالخيل بالعود دياله، العود نتوع الرجل نتاع ساخت في التراب بأمر من الله سبحانه وتعالى. جاء عند النبي صلى الله عليه وسلم التفت، اختصار القصة، وطلب منه أن يدخل في الدين لما رأى، أن يدخل في هذا الدين لما رأى من معجزة نصر الله سبحانه وتعالى لنبيه. ماذا؟ وفعلا سراقة بن مالك أسلم ودخل في الإسلام. الرسول صلى الله عليه وسلم وعده بوعد، ومشي هذا هو بيت القصيد. قالوا يا سراقة، أتراك لو سلمتك سواري كسرى؟ يعني وعده بأن يسلمه سواري كسرى، ملك الفرس وعده. ومتى وعده؟ مع الرسول وعده غير هو وأبو بكر ومطرودين
وحارقين وهاربين من مكة يعني لا جيش لا قوة لا والو باش وعدوا وعدوا بسواري كسرى ملك الفرس كما انت تقول له الملك نتاع الولايات المتحدة الأمريكية بكاملها. العجيب ماشي هنا المشكل، العجيب إخوات الإسلام في هذه القصة وين؟ متى تسلم سراقة بن مالك سواري كسرى؟ في عهد عمر. تخيل احنا بالعقلية نتاع اليوم يجي الرسول صلى الله عليه وسلم حي بيناتنا يقول لك نعطيك هذه يوعدك بها، والرسول صلى الله عليه وسلم مات وانت مازال ما اديتهاش او مات، هل شك سراقة في وعد رسول الله؟ بقي على عهد رسول الله، ما قالش النبي صلى الله عليه وسلم مات وفار اللي وعدني او مشى ومات وما كان والو، وجاء ابو بكر ومات وما كان والو، وجاء عمر وفتحت كسرى وتسلم سراقة بن مالك سوار كسرى وقال صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الأمل إخوة الإسلام هو الذي جعل الصحابة يفتحون المشرق ولا يتأثرون بحضارة الروم، ويفتحون المغرب ولا يتأثرون بحضارة الفرس، ويفتحون العالم ولم يتأثروا بماديات العالم، بل بقوا أوفياء مخلصين لدينهم. سبب أن الإسلام غير تركيبتهم النفسية وجعلهم مهما حدث لهم في الدنيا لا يتأثرون ولا تتحكم فيهم شهواتهم ولا تتحكم فيهم الدنيا، بل هم يتحكمون في الدنيا، فأخضعوا العالم كله للا إله إلا الله محمد رسول الله. تخيل أنت واحد يفوت عليه تابعي يصيبه واحد أعمى وقبطته أفيسي مش مشلول كليا وفيه السكر وفيه الضغط وفيه السرطان ومشلول وما يسمحش ليه يعطي حتى حلقز الماء، ويفوه يمر عليه أحد التابعين ويسمعه يقول دعاء عجيب، يقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى الكثير من عباده وفضلني على كثير ممن خلق تفضيلا. هذا قداخ السيد مكمل مريض مشلول باراليزي ما يصلح فيه والو، بقات فيه فقط القلب بقى يضرب، ويقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى الكثير من عباده وفضلني على كثير من خلقه تفضيلا. فرجع إليه قال يا فلان أفيك كل هذه الأمراض وأنت مقعد هذه القعود وفي كل هذه الأمور وابتلك الله بهذه الابتلاءات، فكيف تقول الحمد لله الذي عافاني مما ابتلى الكثير؟ ماذا قال له إخوة الإسلام؟ احنا رانا نتمشاو صحاح كذا وما شاء الله. قال له الحمد لله الذي أبقى لي لساني حتى أذكره به. قمة الأدب مع الله. هذا هو الإسلام وهذا هو الدين، وهذا اللي جعل أحد المستشرقين الفرنسيين يقول يا له من دين، ولد هذه البلاد يقول يا له من دين لو كان له رجال، يا له من دين، هذا الدين الذي أكرمنا الله به لو كان له رجال. أنت كتقرأ تشوف الخنساء وهي شاعرة مخضرمة في الجاهلية، الخنساء هذا الخنساء اللي يقرأوها في لا لونغ عربي يقرأوها في الأدب العربي، شاعرة كبيرة من شعراء الجاهلية أو شاعرة من شعراء الإسلام، شاعرة مخضرمة اللي عاش الجاهلية والإسلام يقولوا له مخضرم. هذه ما عرفت به الرثاء. الرثاء هو إنسان يقعد يمدح حاجة ماضت وولت، كما تقعد تمدح حن إنسان مات وتقعد تبني فيه شعر وتمدحه يسمى الرثاء، هو فن من فنون الأدب. هذه عرفت بحبها الشديد لأخيها، وأخوها صخر كانت تموت فيه، حتى كانت تقول يذكرني طلوع الشمس صخرا، كل ما طلع الشمس نذكر خاي صخر، وأذكره عند كل غروبي أو عند أذكره عند كل مغيبي، وكل ما تغرب الشمس نتفكر في خاي صخر الذي مات. ولولا كثرة الباكين حولي، ولولا كثرة النساء اللي يبكيوا حولي على إخوانهم لقتلت نفسي، وكان مانيش منسب النساء لما يبكيوا على خوتهم وكان قتلت روحي. متى قالت هذا البيت؟ قالت في الجاهلية. انظروا ماذا يفعل الإسلام الذي لم نحسن أن نصل به مع الله عز وجل وأن نتصل بهذا الدين مع الله عز وجل. لما أسلمت بما يبتليها الله، شوف الإنسان يبتلى على قدر
دينه شحال ما تكون أقرب من الله شحال ما ربي يعصر عليه ويزيد يزير عليك الأمور حتى يأخذك الله إليه وأنت صافي النفس وصافي القلب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. بعد ما أسلمت شحال يمشيوا له مع الرسول صلى الله عليه وسلم؟ يمشيوا له أربعة الأولاد في معركة واحدة يخرجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم. شوف حياتها كاملة يتبكي على أخاها وهي كافرة في الجاهلية. لما أسلمت ابتلاها الله في معركة من المعارك التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، يستشهد فيها أربعة من فلذات أكبادها، أربعة تاع أولادها يمشيوا. واش كيرجعوا قالوا لا ما مشاو ربعه ديال ولاد قاتلم يذكروني طلوع الشمس ابنائي وقعدت ندب وقعدت تبكي وقعدت تقول كان قتلت روحي وكان كذا ولا شاد الدنيا وين علبوها شي دنيا وكذا. منذ ماذا قالت؟ قالت كلمه تبين بان الانسان الياس لا يجتمع مع الايمان. شوف امبوسيبل، مسلم قانط، مسلم ياس، مسلم كار، مستحيل. ربي قال عن فرعون في قصره إن فرعون علا في الأرض وجعل أهلها شيعا يستضعف طائفة منهم يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم. فرعون مات ذليلا وهو في قصره. واسم قال عن أهل الكهف، قال فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته، مع أنهم في كهف مهجور، ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقة. وقال عنهم إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد قلنا إذن شططا. لما جاء الخنساء جاءت القصة نتاع أو جاء الخبر باللي فقدت ربعان تاع أولادها، ما قاتلمش واش دغ واش عباني ندخل في هذا الدين، واش عباني نصيفطم، واش عباني كنت غايه واربعه ديال ولادي ليها ربي مشاو ضربه وحده ما مشاش واحد وبقاو لي ثلاثه ابدا. قالت انظروا ماذا قالت، الحمد لله الذي شرفني باستشهادهم وادعو الله ان يجمعني معهم في مستقر رحمته. هذا الاسلام عندما يغير الانسان من حال الى حال. من الذي هزم المسلمين في احد؟ خالد بن الوليد من كبار المشركين، رجل حرب، هو كان سبب هزيمة وإدخال الحزن على قلوب المسلمين. هذا الرجل يوم أن أسلم أصبح سيف الله المسلول. شحال من واحد يجي يقول لك أنا زنيت كاع حياتي وراني نتوب وبعد مرة تقبطني لحظات أبكي فيها بكاء شديد ونشك واش ربي يغفر لي. شحال من واحد صرنا حوادث مع الناس، شحال من واحد يجي يقول لك درت كذا وكذا 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 وراني خيفان ربي ما كذاش يغفر. أن الله تعالى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث قدسي لا يموتن أحدكم إلا وهو أنا عند ظن عبدي بي، ويقول لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه. أنت ستلقى الله على ما تعتقده في الله سبحانه وتعالى. كاش كما خالد بن الوليد أدخل الحزن إلى قلوب المسلمين يوم أحد وبعد ذلك تاب ودخل في الإسلام. انظر ماذا يصنع الأمل، وأصبح سيف الله المسلول من الإكسترام لإكسترام، وأصبح سيف الله المسلول. ويوم أن حضرته الوفاة قال رضي الله عنه ما لقد غزوت 100 غزوة أو زهاء 100 غزوة أو معركة مع النبي صلى الله عليه وسلم، وما من موضع في جسدي إلا وفيه ضربة سيف أو رمية رمح أو ضربة خنجر، وها أنا الآن أموت على فراشي موت البعير فلا نامت أعين الجبناء، فلا نامت أعين الجبناء. ولما كان أحد الملوك يصفها يذكر في الأثر أن أحد الملوك اعتقل 3 الناس، زوج كبار واحد شاب، كي جاي يعدمهم. شوف ربك ربنا كبير جدا، ربك كبير كبير. شوف استعمل كل الوسائل مع الله فالله أكبر، كل ما خطر ببالك فالله على خلاف ذلك. لما جاي يعدمهم أمر بإعدامهم، جاوا يعدموهم. الأولي قالوا له اسم نتمنى، قال لهم واش نتمنى، واش أنا باقي لي لحظات وغادي نموت، لا أتمنى شيء، خلاص نفسية منحطة ميت. الزوج قالوا له اطلب حاجة قبل ما تموت كذا قبل الإعدام، قال لهم لا أتمنى شيء أنا مقبل على الموت. الشاب الثالث قالوا له ماذا تتمنى،
قال لهم جيبوا لي اطايب الطعام، قال لهم باغي ناكل وجيبوا لي ما لدى وطاب. استغرب الحضور هذوك الزوج اللي كانوا معاه، قالوا له واش انت باقي شي دقائق وتموت وتطلب الماكله؟ راه عندك الخاطر، عندك لابيتي باش تاكل، وانت على دقائق غادي تموت. قبط القمه تاع الخبز والفتات هذاك طيحوه في الارض. قال لهم هاد الفتات قبل ما يوصل الارض، هو طيح فتاته هكا في الارض، قال لهم بين ما لقيته وبين ما يوصل الارض ان لله 100,000 فرج. ما ان وضع اللقمه الاولى حتى جاء الحاجب جاء من الباب وقال لهم اعفوا عنهم فان الملك قد مات. هذا هو الله وهذا هو القران، هذا هو القران. القران علم. ولذلك احنا في الاسلام ما كاش لا روترات، تقاعد. وكنت قرا السيره، بالله عليكم كاش صحابي دا التقاعد؟ انت تمشي الان لاسطنبول، في اسطنبول قسطنطينيه التي قال عنها النبي صلى الله عليه وسلم لتفتحن القسطنطينيه، نبأ بها سبحان الله. قال على اسطنبول اللي كانت اسمها اسلامبول لاسلامها، من كبار البلدان المسيحية التي كانت تمثل النصارى في العالم أصبحت تمثل المسلمين. النبي صلى الله عليه وسلم قال لتفتحن القسطنطينية فلا نعم الأمير أميرها ولا نعم الجيش ذلكم الجيش، وهو محمد الفاتح. الآن كي تمشي اسطنبول غادي توجد البلاصة في أعالي الجبل تسمى الأيوبية، نسبة إلى من؟ إلى الصحابي الجليل أبي أيوب الأنصاري. هذا أبو أيوب الأنصاري هو الذي استقبل الرسول صلى الله عليه وسلم، استضاف الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة. من الذي يدفعه إلى القسطنطينية؟ يوم في عهد عمر لما خرج الجيش الإسلامي راجيا فتح القسطنطينية أمر الصحابة أن يخرجوه معهم وقد كان مريضا وهو ابن 80 سنة. الصحابة كان كبيرهم وصغيرهم وشيخهم وشابهم وأنثاهم وذكرهم كلهم كانوا أن أناس أحياء، أناس يتحركوا بمنطق الإسلام اللي يجعل من الناس يجعلهم أناس حيويين. ومات ربي أكرمه ومات في القسطنطينية ودفن هناك وهو ابن 80 سنة، ما عرفش السن، لم يعرف له طريقا إلى قلوب الصحابة رضوان الله عليهم. وذاك النبي صلى الله عليه وسلم زرع الأمل في قلب أبي بكر رضي الله عنه وهو في الغار، خلاص اتخذ كل الأسباب. وقال أبو بكر قالوا يا رسول الله لو أبصر أحدهم تحت قدمه لأبصرنا، لو نظر أحدهم تحت قدمه وكان غير هو ذاك شوية يشوفنا. قالوا يا أبا بكر في قلب الأزمة، في قلب الخوف، في قلب المعركة، في قلب الخطر، قال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما، لا تحزن إن الله معنا. من ربى محمدا بهذا الأمل؟ رباه الله عز وجل الذي قال عنه صلى الله عليه وسلم أدبني ربي فأحسن تأديبي. وقرأوا القرآن إن شئتم. موسى عليه السلام لما خرج مع بني إسرائيل وأدركهم فرعون وجنوده بغين وعدوا حتى وصلوا إلى حافة البحر، فقالوا يا موسى إنا لا مدركون، سبحان الله بقى البحر وجا الجيش، قال كلا إن معي ربي سيهدين. تأكل الحلال وتمشي في طريق الله وتحافظ على الصلوات وثابت وعلى الصبر وحافظ على عرضك وعفيف وقابط على دينك كالقابض على الجمر، ويضيعك الله؟ أقسم بالله هذا خلف وسوء ظن برب لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير. إن الله يدافع عن الذين آمنوا، كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، فكيف يضيعك الله عز وجل. الأمل في الله إخوة الإسلام هي عقيدة، لأننا الآن مسلمين، الآن الأمة الإسلامية تعيش ظروفا حرجة وتعيش ظروف اللي من خلالها عم الكآبة وعم اليأس ودخل القنوط إلى قلوب الكثير.
من المسلمين بفعل فاعل. لأنك عندما تجد الآن الأمم الغربية وتجد الآن الأمم الكافرة تمتلك زمام أمور العالم وتتحكم في العالم، الآن الصورة العامة للعالم الإسلامي تبعث على اليأس، ولكن الصورة في القرآن والنظر في سنن الله تبعث على الأمل في الله، لأن الله قال وتلك الأيام نداولها بين الناس، وقال لمحمد صلى الله عليه وسلم هو ربه فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، وقال واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. وفعلا الرسول صلى الله عليه وسلم لولا الأمل في الله هل كان يستطيع أن يواصل مسيرته؟ أبدا. النبي صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا منفردا، خرج من مكة طريدا منفردا، خرج هو وأبو بكر، وقبله بعث مجموعة من الصحابة إلى الحبشة وخرجها طريدا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان عارف اللي غادي يبني دولة في المدينة ويولي عنده جيش ويقود غزوة بدر وأحد، هذه كلها كانت في أمور الغيب، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم كان عنده مبدأ يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالاتي. ولذلك لما جاء بعد فتح مكة نزل عليه قول الله عز وجل إذا جاء نصر الله والفتح، ما قالوش إذا انتصرت يا محمد، قال إذا جاء نصر الله، يعني في الوقت الذي حدده الله وبإرادة الله ووفق حكمة الله ووفق علم الله، لا تخلى لك يا محمد، متى نصر الله؟ ألا إن نصر الله قريب. وذلك بعد 10 سنوات يدخل مكة في 10,000 جندي من أبوابها الأربعة ويقول كلمة تعبر عن الأمل في الله، يقول الحمد لله الذي نصر عبده وأعز جنده وأنجز وعده وهزم الأحزاب وحده وهزم هذا. شكون اللي قالوا بلي غادي يدخل مكة ويدخلها فاتح ويقول لهم بقوة، ويقول لهم ومن دخل دار أبو سفيان هذا العدو اللدود للرسول صلى الله عليه وسلم، شكون اللي كان يقول يولي من كبار الصحابة؟ شكون اللي كان يقول التي أكلت كبد حمزة وبقرت بطن حمزة وأخذت كبده وهو الذي حزن عليه النبي صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا أصبح من كبريات الصحابة؟ هند بنت عتبة رضي الله عنها رانا نقول الآن، وهي الآن من الصحابيات يروى عنها أنها أكلت كبد حمزة، كانت من المشركات فدخلت التاريخ من بابه الأوسع وأصبحت من كبريات الصحابة. ولذلكم إخوة الإسلام ما تراه العين يخالف ما يراه العقل، لا تتعود على بناء الأحكام على ما تراه العين. الشيء اللي نشوفه بعيننا ما تجوجيش بناء على الشيء اللي تشوفه بعينك. الشيء اللي تشوفه بعينك ليس هو الذي ينتهي إليه الأمر، بل انظر إلى ما وراء العين. في صلح الحديبية النبي صلى الله عليه وسلم داخل يعتمر، وتعرفوا باللي العرب ياك الرسول فيه صفة نتاع العرب، النبي صلى الله عليه وسلم عربي وتربى والبيئة تأثر في التربية. العرب معروفين بحاجة في التاريخ، معروفين بحبهم الشديد للأرض، فكانوا يبذلوا يعني يدفعون أنفسهم ثمنا لأرضهم. وذاك حتى الرسول كي يخرج من مكة قعد يبكي ياك الرسول وما أدرك، يقول له والله يا مكة إنك لأحب أرض الله إلى قلبي، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت، وكما شيكم خرجوني منك ما نخرج. هذه قمة الحب والوفاء أنه مرتبط بمكة، ومع ذلك الصحابة كيطردوا وخرجوا من مكة، ياك خلوا ديارهم، خلوا أولادهم، خلوا نساهم، خلوا الأراضي ديالهم، خلوا الحرف، خلوا لي كونط ديالهم، خلوا الدراهم، خلوا كل شيء فقط لله ورسوله فرارا بدينهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم عدهم باش يدخلوا المكة ياك في صلح الحديبية، إنا فتحنا لك فتح مبينة، صلح الحديبية وعدهم باش يدخلوا مكة، يدخلوها معتمرين ويدخلوها حاجين. تخيل القلب ديالهم مقطع ومقلقين باش يدخلوا إلى مكة، تخيل في الطريق وهم حارمين، تخيل انت واحد تقول له تمشي للحج عمره ما حج وماشي حج وحارم ويوصل إلى المكة يقولوا له ما تحش يمنعوه ويردوه، أمر صعيب. ما بالك بالصحابة الذين خرجوا من مكة وطنهم، خرجوا منها قهرا وكرها ولم يخرجوا منها
طوعا وهم محرمين وفي نص الطريق قريش تفاوض الرسول على أنك ترجع إلى المدينة ولا تدخل مكة إلا إلى العام القادم والرسول صلى الله عليه وسلم وافقهم وقابل حتى أن الصحابة غضبوا غضبا شديدا يقول علماء التفسير والسير لقد غضب الله من الصحابة يومئذ غضبة كادت أن تذهب أجر المهاجرين وأجر الأنصار لولا رحمته لولا رحمة الله عز وجل ياك الرسول صلى الله عليه وسلم غضب والرسول صلى الله عليه وسلم كشف الصحابة أمرهم بأن يتحللوا من إحرامهم محبوش وعصوا الرسول جهار نهار هو قال لهم أحلقوا وتحللوا من الحج ما فيهاش الحج هذا العام نرجع ما قبلوش ولا واحد استجاب للرسول حتى دخل الرسول مغموما مهموما إلى بيته فجاءت أم سلمة وقالت يا رسول الله أخرج إليهم وحلق أمامهم سترى الأمر وفعلا خرج وحلق فهرعوا إلى أن يحلقوا رؤوسهم لما رجع المدينة ورجعوا منكسرين الرسول يرى بغير ما تراه أنت هذا يوحى إليه من ربه وعلمهم الأمل في الله عز وجل إلى آخر لحظة علمهم الأمل شوف وريوني دين بالله عليكم دين في الأرض قاع في واحد الحديث لعلمك الأمل في الله يقول لك إذا قامت الساعة ماشي ماشي تقوم قامت معناه رانا منتقلين من الدنيا إلى الآخرة وفي يد أحدكم فسيلة يعني عنده نبتة يغرسها فإن استطاع أن يغرسها فليفعل فليفعل ربي تقعد معه إلى آخر لحظة لما رجعوا إلى المدينة ورجعوا ضيقين عامين قعدوا في المدينة وجاءوا راجعين لمكة شكون اللي سلم في هذه الفترة وجاوه من مكة جاءوا إلى الرسول مسلمين تعرفوا شكون زوج نتاع الناس سلموا هاد الزوج بوحدهم يساوي أمة كل واحد يساوي أمة بذاته واحد هو سبب إسلام مصر الآن المصريين قاع المصريين الآن قاع نعمة الإسلام عليهم ترجع لواحد عمرو بن العاص داهية العرب جاء إلى الرسول مسلما في هذه الفترة وشكون الزوج خالد بن الوليد الذي فتح الله على يديه فتحات ربانية بعده الرسول دار عند الصحابة قال مكة تبعث إلينا بفلدات أكبادها يعني الرسول كان ينظر بغير نظر الصحابة اللي كانوا مقلقين يدخلوا يعتمروا وكذا فكانت تلك السنتين كان فيها فتح وذلك نزلت قول الله عز وجل إن فتحنا لك فتحا مبينا الفتح هنا مش فتح مكة الفتح هنا إن فتحنا لك هو صلح الحديبية الذي ما هذا لفتح مكة للفتح الأكبر وذلك الله تعالى دائما علمنا لا تحسبوه شر لكم بل هو خير لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون وعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا الإنسان المسلم لو ضيع الدنيا فلن يضيع الآخرة وذلك ابن تيمية رحمه الله بالله عليكم كيف تقدر الواحد في هذه المواصفات دخلوه للسيلون ومنعوا عليه كل شيء دخلوه في الظلمة يبتسم ويضحك ويقول لهم أنا إن سجنتموني فسجني خلوة أي خلوة مع الله إن نفيتموني لنفيتوني فنفي سياحة حواس في أرض الله وإن قتلتموني فقتلي شهادة هذا اسم الدلو قوة الأمل في الله سبحانه وتعالى وذلك الله عز وجل خاطب المؤمنين فقال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم إخوة الإسلام الصحابة ما أكلوا أكلنا وما شربوا ما نشرب وما لبسوا ما نلبس
ولم يتمتعوا بما نتمتع الآن فيه من الطيبات ومن الأرزاق ومن النعم التي أغدقت على هذه الأمة، ومع ذلك بلغوا ما بلغوا لأنهم أصحاب قلوب كبيرة، لأنهم أصحاب إيمان قوي، لأنهم أصحاب مبادئ سامية. ولك استحق أن يقال أو أن ينزل في حقهم قول الله عز وجل: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ، إلى آخر الآيات التي تعرفونها جميعا. إخوة الإسلام، الذي أريد أن أقوله أن المسلم في هذه الدنيا الآن، والعالم راكو تشوفوا العالم راه مخروط، سواء بالعالم المتقدم بالعالم المتخلف، كل يوم أحداث وأحداث تجعل البشرية في مخاض. أريد أن أقول أن الآن البشرية تعاني من اليأس، بيدنا دواء لم يمنحه الله للجميع، وهو هذا الدين الذي أكرمنا الله تعالى به، والطريق الذي يجعلك دائما في أمل مع الله، أن تحرص على صلاتك، أن تجعل من كتاب الله أن تجعله صاحبا، لأن نبيك بشرك فقال: اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. أن تبكر الصباح وتخرج من دارك وتسعى إلى الحلال، أن لا تغدر إذميا ولا مشركا ولا كافرا ولا مسلما، أن تدخل إلى بيتك وإلى نفسك، أن تدخل الدرهم الحلال وتعتز بذلك، وما قل وكفى خير مما كثر وألهى. أنك دائما تجدد النية مع الله، وتجعل في عقيدتك أنك قد تحرم أشياء في الدنيا، ربما كل واحد عنده أمنيات في الدنيا، هذه طبيعة بشرية، لكن ما تجعلش أنك هذه الأمور إذا ما تحققت لكش في الدنيا، هذه الأمور لك تتمناها ما تجعلهاش يعني حاجز بينك وبين الله. اي راك مريح وغايه، راك غايه، راك ما جيت تصلي وتبارك الله وراك ناشط وراك ده، غير شويه ديال المشكل المشاكل في الخدمه ولا في الرزق ولا تضيق بك، تعجز حتى تنوض للصلاه ولا تفتح شويه مصحف ولا كذا، هذه عباده مزاجيه مع الله عز وجل. والله تعالى اذا اردنا ان يكون الله لنا فلا بد ان نكون لله كما ارادنا، حيث قال عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. واريد ان اختم هذه الكلمه بحديث ابشر فيه نفسي اولا، وابشر فيه اخواني، واتيتكم بهذه البشرى، وحفظوا غير هذا الحديث بزاف عليكم وغير نسوا ما قلته، هي هذه قبطوها وتمشوا بها في الحياه. الرسول صلى الله عليه وسلم قال حديث قال راه عنده هنا واحد الجبوله ديال الهموم، كيخرج درك مول العشاء يتفكر له ويدعي لي ربي غير بهذا الحديث يعقل عليه ويديروا ان برانسيب يتفشى عليه في هذه الدنيا، مبدا مع من ما حبيت وفين ما حطيت رجلك في هذه الارض تمشى بهذا الحديث. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: سترون بعدي اثره. معناه اللي يعيش منكم بعدي كما احنا دروق اتينا بعد الناس اصلا، غادي تشوفوا اثره، معناه تشوفوا انانيه، تشوفوا شح، تشوفوا انسان يجري وراء الدنيا، كل واحد يجري على كرشه ويجري على الرغبه تاعه ويجري على الشهوات تاعه، وكل دوله تجري على الشهوات نتاعها، وتشوف تقاتل وتنافس على الدنيا. وعاده الناس يضيعوا ويتيهوا وسط هذا العالم الذي يتقاتل على شهوات البطون والفروج. الان الدول ولا العالم على شو يتقاتل؟ ها يتقاتل على الدراهم، يتقاتل على الاورو وعلى الدولار وعلى البترول وعلى التسلح وعلى الاراضي وعلى التحكم في الاخر وعلى فرض الثقافات وفرض كذا. هذا هو: انكم سترون بعدي اثره، فمن ادرك منكم ذلك. فاذا ادركتم ذلك، يقول الى لحقتم لهذا الوقت اللي رانا فيه، يقول هذه اللي زدوها عليا: فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. يقول فاصبروا، خاطر ماشي سهل باش الدنيا ندرواق وباش الاورو وكدا والنساء والشهوات والديار وعقل هنا وعقل في البلاد وعقل مع الاولاد وعقل مع النساء وعقل مع الوطن وعقل مع كدا، الملهيات كثيره.
أصعب طريق الآن هو الاستقامة إلا من وفقه الله. الاستقامة صعبة إخوة الإسلام في هذا الزمن، زمن الشهوات وزمن تغير المبادئ وزمن أصبح المنكر معروف. الرسول صلى الله عليه وسلم بلا ما يكثر علينا الهضرة قال لي هذه الكلمة، قال فاصبروا ما كاش حتى تدخلوا الجنة، لأن مرافقة الرسول أحلى من الجنة. وداكم هذاك الصحابي كعب بن مالك الإسلامي الذي كان يخدم الرسول بولد 16 عام، الرسول صلى الله عليه وسلم فرح به، حنا نات الرسول وشف بعين الرضا وفرح به، قال له سلني أدعو الله لك، تمنى حاجة ندعيها لك. تعرفوا الرسول عنده الدعاء مستجاب. دروك هذيك جاته الفرصة غير مرة، قعد يفكر، قال له هذه دروك هذه لوكازيون جات مرة، مرة في الحياة. قال له أمهني يا رسول الله، هذه دروك غير مرة وخصني نسألك حاجة تدعي لي ربي وفيها لي. قال له أعطيني وقت. دروك هذا الله يرحم الوالدين فيه عنده 16 عام، عاد ما جي للدنيا يتمنى بعد ذاك المرات بارك الله، يتمنى حل الوطا، يتمنى شي ديار، يتمنى حل الملك، يتمنى هكذا. هذاك صبر عليه يومين، بعد يومين التقى به النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا يا كعب سلني ادعو الله لك. تعرف واش قال له؟ قالوا يا رسول الله سل الله لي، ادعو الله لي مرافقتك في الجنه. ما قال دخول الجنة يا أخوتي. الصحابة همامهم عالية، تعرفوا علاش؟ حنا في الدين ديالنا وكان التالي فينا تقول له شحال من واحد يقول لك والله يجعل ربي يغفر لي باطل راه غير ندخل الجنة. هذا غلط في الشريعة. الرسول صلى الله عليه وسلم علمنا، شوف ربنا على الهمة العالية، قالنا إن للجنة 100 درجة ما بين درجة وأخرى. البرومي كلاس مش كدوزيام، دوزيام مش كتروازيام، تروازيام مش كاتريام، وحده فيها لي زوبسيون. ان للجنه 100 درجه ما بين درجه واخرى ما بين السماء والارض. فاذا شوفوا، فاذا شوف الامل، شوف الاسبوار تاع محمد صلى الله عليه وسلم. فاذا سالتم الله فاسالوه الفردوس الاعلى فانكم لا تسالون الا كريما. ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فاصبروا حتى تلقوني على الحوض، يقصد به نهر الكوثر الذي ماؤه أبيض من اللبن وأحلى من العسل، من شرب منه شربة لا يدمأ بعدها أبدا. من فقد أباه فإن محمدا ينتظرك، من فقد أمه، من فقد بنته، من فقد ابنه، من فقد أخ له، من ضاقت عليه الدنيا في فرنسا، في ماريكان، في الجزائر، في ماينش عارف، في المشرق، في المغرب، لك رب أكبر من السماوات والأرض، ولك رب رحمته سبقت عذابه، ولك رب. عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم أيها الناس والذي نفسي بيده إنكم لتموتون كما تنامون ولتبعثون كما تستيقظون. شوف الرسول حتى للترم حتى الألفاظ يختار، قال فمن وجد خيرا فولا تحاسبن على أعمالكم، فمن وجد خيرا فليحمد الله على ذلك، وما قالش ومن وجد شرا، قال ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. نسأل الله أن يحيي فينا الأمل في الله عز وجل، ونسأل الله أن يغنينا به عمن سواه، نسأل الله أن يجعلنا سعداء به، أغنياء به، رحماء به، نجتمع عليه ونفترق عليه ونفارق الدنيا على كلمة واحدة، كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله. أستسمحكم إن أطلت عليكم، بارك الله لي ولكم في القرآن الكريم وفي آيات الذكر الحكيم وفيما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من السنة والهدي الكريم، إنه على ما يشاء قدير وبالإجابة جدير. فيه الوالدة نتاع واحد الأخ كريم ومن نشطاء المسجد أظن فتح الله، أمه تدعو تطلب منكم الدعاء، قامت بعملية جراحية، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يشفيها وأن يرفع عنها البأس. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. وفي أم أخرى، أم رشيد هكذا، أيضا تسألكم الدعاء، هي تعاني من مرض، أسأل الله لها ولجميع مرضى المسلمين ولجميع المرضى الحاضرين أن يشفي الله مرضاكم وأن يرفع البأس عنا وعنكم. اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما.
اللهم لولاك ما اجتمعنا في هذا المسجد كل شيء بتوفيق الله لك الحمد أولا ولك الحمد آخرا كما جمعتنا في الدنيا على مائدة القرآن في أرض المهجر هذه فاجمعنا في روضة الجنة فعلى مائدة الجنة وإمامنا يومئذ رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي شباب المسلمين اللهم ثبت المسلمين اللهم اهدي المسلمين جميعا إلى ما تحب وترضى اللهم احفظ بنات المسلمين وشباب المسلمين اللهم أعن الشباب هنا والمسلمين في أرض المهجر هذه أعنهم على الثبات على دينك والثبات على صراطك المستقيم اللهم اجمعهم على كلمة سواء كلمة لا إله إلا الله محمد رسول الله اللهم ارحمنا في الدنيا وارحمنا عند الموت وارحمنا بعد الموت وأدخلنا الجنة مع الرحماء أنت قولك وأنت قلت وقولك الحق المبين إن الله غفور رحيم فاغفر لنا وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين جزاكم الله خيرا.